عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعون قناة المسافرون العرب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طريقة الحصول على الفيزا الدراسية لكندا لسنة 2021 بدون لغة وبالإقامة الدائمة هناك. تأشيرة الدراسة أو فيزا الدراسة Student Visa هي بمثابة رخصة، رخصة دراسية Study Permit التي تمنح لكل طالب أجنبي أو طالب دولي يرغب في الدراسة في كندا لإنهاء الدراسة التعليمية هناك في أحد المعاهد أو المدارس الكندية المعتمدة. شروط الحصول على فيزا الدراسة لكندا سنة 2021: أولا، الحصول على قبول دراسي Admission في معهد أو جامعة كندية. ثانيا، يجب أن يكون المعهد أو الجامعة الكندية المعتمدة. ثالثا، أن يكون مدة البرنامج الدراسي فوق 6 شهور. رابعا، أن يكون الشخص خالي من الأمراض المعدية والسارية عند الوصول لمرحلة الفحص الطبي. خامسا، خلو الصحيفة الجنائية من أي جريمة أو حكم بالسجن. سادسا وأخيرا، القدرة المالية للطالب من أجل تسديد مصاريف الدراسة هناك. تكون مدة الدراسة هناك في كندا للطالب المبتعث عادة من 2 إلى 4 سنين، وتختلف حسب البرنامج الدراسي للطالب سواء كان بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. ويمكن تجديد الطالب رخصة الدراسة هناك أو فيزا الدراسة أونلاين من داخل كندا عند انتهاء مدة الصلاحية. طبعا هناك مميزات للفيزا أو الرخصة الخاصة بالدراسة الكندية لسنة 2021 و 2022: أولا، الدراسة في كندا في المعاهد والجامعات المقبولة. ثانيا، الحصول على رقم الضمان الاجتماعي اللي هو NAS أو SIN. ثالثا، الطالب يستطيع أن يفتح حساب بنكي في أحد البنوك الكندية هناك. رابعا، الحصول على الإقامة الدائمة بعد إنهاء الدراسة عند الحصول على دبلوم مقبول للتقديم. خامسا وأخيرا، عمل لمدة 20 ساعة أسبوعيا والعمل بدوام كامل كلي أثناء عطلة الأجازات. طبعا هذه كلها مميزات للشخص الذي يقوم بالدراسة هناك لتحضير دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، وأتمنى أن يكون قد أعجبكم. تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.